أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما حكم من يقول بحق محمد صلى الله عليه وسلم أو بحق القرآن يريد التوسل إلى الله عز وجل؟ وما هي الكيفية والأمور الصحيحة التي يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ وجزاكم الله خيرا. هذا لم يرد، السؤال بحق النبي أو بحق فلان، هذا لم يرد. لكن الطريق الصحيح أن تقول: اللهم بإيماني برسولك، أن تتوسل بإيمانك بالرسول أو اتباعك للرسول أو بمحبتك للرسول، تتوسل بعملك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في محبته، في طاعته، في اتباعه، في الاقتداء به. نعم.